خوتي السلام عليكم، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فلوق جديد. هذا دابا اليوم رقم 58 في هذا الطريق، وهذا ثاني يوم عندي في هذه البلاصه. هذه البلاصه سميتها حمات مولاي هاشم، كاينه بين الريش والرشيديه، فيها واحد العين الماء ديالو سخون، كيجيو ليه الناس بزاف، والماء ديالو فيها منافع بزاف. وكما كتشوفوا كاين هاد لابيسين، وكاين واحد اخر الفوق. هادشي اللي كاين الفوق، المهم واحد شويه غنفطر وغنجمع لا طوم ديالي، وغنجمع الباكاج ديالي، وغنمشي للتازمه مارت ان شاء الله. المهم الخوت، يلاه جمعت الحوايج ديالي، يلاه جمعت لا طوم ديالي، وجمعت الساك ديالي، وهذا هو لابيسين اللي قلت لكم. هاد البلاصه مقيه، ماشي بحال هاد البلاصه اللي كاينه لتحت. وهنا فين كيعمروا الناس الطراي ديال الماء، وهادشي اللي كاين الخوت. دابا راه غنعمر القرعه ديالي حتى انا، ندي شويه ديال الدواء وغنمشي لتازم الله ان شاء الله. هذه هي الطريق ديال تازم مارت الخوت. المهم تازم مارت كاينه بين الريش وكرامه كاينه لقدام، وما بعيداش بزاف على حمات مولاي هاشم، كاينه تقريبا 7 كيلومتر. ومهم كرامه كاينه هنا، والريش كاين من هنا. هذه هي الطريق ديال تازم مارت الخوت، ومن هنا كاينه كرامه، ومن هنا الريش. الخوت هادشي اللي كاين. دابا غنشد هاد الطريق. الخوت انا وصلت لتازم مارت، وغنشوف شي بلاصه انا نطونتي فيها. هذا هو الدوار، المهم هذا هو الدوار ديال تازم مارت، والحبس كاين في ديك الجهه الاخرى قريب. ومهم غنشوف شي بلاصه نطونتي فيها هنا، غير هنا. واخا كاين العجاج اليوم، كاين العجاج شويه كما كتشوفوا الخوت. يلاه قديت لا طونت، وهادي دابا الخمسه ديال العشيه، ومازال ما تغديتش. دابا خاصني نمشي للحانوت، حيت كاين الحانوت هنا في دوار تازم مارت. غنمشي نجيب شي حاجه ما ناكل، وغدا ان شاء الله غنشوف واش غيخليوني ندخل للسجن ديال تازم مارت الحبس. ما الخوت، انا في الخرجه ديال مدينه الريش، بعيده 16 كيلومتر على تازم مارت. المهم قبيله يلاه كنت كنجمع العواد باش نشعلها في طيب الغدا. ساعه جا عندي المقدم وقال لي ممنوع طونتي في هذه البلاصه. انا فعلا انا كنت عارف بلي ديك البلاصه حساسه وممنوع، ولكن بغيت نجرب حظي. وجابني حتى الخرجه ديال تازم مارت، وشد ليا ستيبا، وجابني داكسي حتى لهنا حتى للريش. دابا راه انا في الخرجه ديال الريش، كنقلب على شي بلاصه ان شاء الله. شوفوا راه المغرب هذا، وهادشي اللي كاين الخوت. المهم حتى الغدا ان شاء الله ويبان البلان. صباح الخير، صباح النور. هذا دابا اليوم رقم 59 في هاد التريب، و اليوم ان شاء الله نفطر بالخبز ديال تازم مارت. وكما كتشوفوا جا عندي واحد الصديق من البارحة، هو هذا ديال واحد العساس ديال الستاسيون كاين هنا. لا عطيتو البارحة باور بانك يشارجي ليا، دابا راه جابو ليا هو. وهادشي اللي كاين الخوت. دابا راه غنوض نفطر، ومن بعد غنمشي نضرب طويره في مدينه الريش. المهم الخوت، هنا فين درت لا طونط ديالي البارح، و حدا هاد الستاسيون. ودابا راه شلت العافيه هنا، وغندير اتاي تشحر وغنفطر. المهم الخوت، هذا هو الفطور، الزيت اتاي والخبز، الخبز ديال تازم مارت. هذا هو الخبز ديال تازم مارت. البارح فاش كنت مشيت للحانوت ما لقيتش الخبز في الحوانت، وغير الناس اللي عطاوه ليا. ساعه
ما كليتوش في زمان مات صافو معايا حتى الجريج. وحاجه اخرى الخوت الحبس، الحبس دابا راه خدامين فيه وغاديروا فيه واحد لوبرج وغيكون منتجع سياحي. تزوم مرت غتولي منطقة سياحية دابا من هنا لقدام ان شاء الله، هادشي اللي قالوا لي ولاد المنطقة. واو 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 امي ما وين ما الخوت. هذه هي مدينة الريش، مدينة صغيرة، مدينة صغيرة ونقية شوية، المهم نقية يعني تشاف. المهم الخوت يلاه خرجت من الريش، والريش كاين هنا مورايا، وغنمشي للطريق، الطريق اللي كدير لميدلت كاين هنا فهاد الجهه. والبلاصه اللي كنت فيها في الصباح راه هي راه تبان لكم هنا داك الستاسيون. وهادشي اللي كاين الخوت. المهم يقدر ان شاء الله غنوصل مازال اليوم ان شاء الله لميدلت. المهم الخوت انا وصلت للطريق اللي كدير لميدلت، الطريق هي هادي، وتقريبا بقات ليا 75 كيلومتر، 75 كيلومتر من هنا حتى لميدلت. وكما العاده غنمشي غير بالاوتوستوب. المهم الخوت هاد البلاصه سميتها تيليشت، بعيده على الريش 8 كيلومتر. ويلاه يلاه تغديت. هذاك السيد اللي جابني لهنا هو اللي خلص عليا الغدا، اللي هو القائد ديال هاد المنطقه، هو اللي خلص عليا كلشي. شكرا ليه بزاف. كما كتشوفوا الخوت ما بقى والو المغرب، وجيت لهاد البلاصه غنطونطي فيها حتى الغدا ان شاء الله. هنا بلاصه زوينه، كاين الماء حدايا والشجر اليلي، هذا كنقولوا ليه اليلي بالسوسيه. ومهم البلاصه كاينه حدا تيليش، البلاصه اللي تغديت فيها ولي غورج ديال تيليش كاينين هنا قراب. وهذا الشيء اللي كاين. المهم غنبقى هنا حتى الغدا ان شاء الله ويبان البلان. ما عرفتش واش غيبان لكم واحد الكلب اولا لا. صباح الخير، صباح النور، احسن صباح في احسن بلاصه واد زيز. هادي دابا 60 يوم ديال التريب، 60 يوم ديال السفر، وحتى لدابا كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. ومهم يلا فقت دابا راه غنوجد الفطور ديالي، غنفطر ونشد الطريق عاوتاني لميدلت ان شاء الله. المهم الخوت هذه هي البلاصه اللي طونتيت فيها، هذه البلاصه مضرقه شويه حيت بالليل كاين العجاج. هادو هما لي غورج ديال تيليش تاع الخوت، بلاصه زوينه الماء موجود تبارك الله. وهاد البلاصه بعيده على مدينه ريش 9 كيلومتر، 9 او 10 تقريبا. المهم هادو هما لي غورج، صراحه بلاصه زوينه الناس ديالنا، الناس اللي بغاو يخيموا واحد ديال مدينة الريش. هاد البلاصة زوينة بزاف. ودابا راه غنمشي نشد الطريق لميدلت، ميدلت ان شاء الله. واخيرا وصلت لمدينة التفاح، مدينة ميدلت. المهم اخوتي هادشي اللي كان في هاد الفلوق، نتمنى يعجبكم. ما تنساوش ديروا لايك كومونتير. Oh, bye-bye.